للترسانة النووية الإسرائيلية وتطوير البرنامج النووي الإسرائيلي العسكري، ربما أيضا تعرض السلم والأمن القوميين للخطر. نعم طبعا، هذا أمر واضح، وفي كل سياسات وتصرفات الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم الموقف الإسرائيلي والتغاضي عنه. يعني هناك محاسبة شديدة وبصورة دقيقة حول البرنامج النووي الإيراني عندما إيران تبني موقع. نعم. فقط هي صالة تحت الجبل تحاسب بهذه الشدة، بينما نرى أن هناك إنتاج وتجارب نووية عسكرية في الكيان الصهيوني يومية، ولن تحاسب القيادة الصهيونية. نعم. ولن ينظر إليها. واضح. شكرا جزيلا لك سيد أمير موسى، وكنت معي من طهران. قبل العودة إليك دكتور غربية، لأسمع سيد علي يونس، لماذا تضغط الولايات المتحدة لتجاهل الترسانة العسكرية الإسرائيلية؟ لم نسمع أحد يتطرق إلى هذا الموضوع، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة. في الحقيقة شيئا، أولا ليس طبعا من الدقة أن نقول أن وكالة الطاقة الذرية هيئة مستقلة والولايات المتحدة هيئة مستقلة، فهؤلاء ليسوا جمعيات خيرية، هما يخضعون لموازين القوى في العالم، وموازين القوى طبعا يميل إلى مصالح الدول الغربية ومصلحة أمريكا بالذات. هذا واحد. ثانيا بالنسبة لإسرائيل، أو بالنسبة بالأحرى لإيران، أولا أريد أن أقول أن إيران لها الحق في أن يكون لديها برنامج نووي سلمي، وهذا ما تقره العرب دولة، وهذا ما تقوله أمريكا ودول غربية، لكن إيران هي دولة مشكوك في أمرها، وهي متهمة بأن برنامجها النووي هو لأهداف عسكرية ولا يعني رغم كل الدلائل التي أعطتها إيران، ولغم كل تقارير المفتشين طبعا الدوليين، ورغم تقرير البرادعي هم أيضا يشكون. هم طبعا يشكون، هم يشكون، لأنه إيران أولا عندما بدأ البرنامج النووي الإيراني في الخمسينات على زمن الشاه لم تكن مشكلة. المشكلة أن إيران الآن الجمهورية الإسلامية الإيران هو خارج إطار السياسة الأمريكية وخارج إطار الأحلاف الأمريكية، وهذه مشكلة. أما بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل تتمتع بتأييد ليس فقط قانوني على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى الأمم المتحدة، ولكن أنت تتمتع بدعم أخلاقي والتزام أخلاقي ليس فقط من الإدارات الأمريكية المختلفة، ولكن أيضا من الشعب الأمريكي بشكل عام. هناك إحصائيات ما فوق 60% من الشعب الأمريكي يؤيدون إسرائيل مقابل 5 إلى 10% يؤيدون الشعب الفلسطيني. ونرى على سبيل المثال أن الرئيس أوباما لا يستطيع أن يفرض سياسة على سبيل المثال تجميد أو عدم الاستيطان في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. واضح. لأنه هناك التزام قانوني وأخلاقي، والشعب الأمريكي يؤيد إسرائيل. أما بالنسبة لإيران، والمفاعل النووي الإسرائيلي، أنا في اعتقادي أن إسرائيل ليس فقط تمثل حراوة أمريكية، ولكن هي أيضا جزء من المنظومة الغربية. أنا أعتقد أن السلاح النووي أو التكنولوجيا النووية هي ليست مفتاح التقدم في العالم، فإيران لن تتحول إلى اليابان في الشرق الأوسط بمجرد أن حصلت على تكنولوجيا نووية أو حتى على سلاح نووي، ولا أحد دولة عربية. على سبيل المثال من الناحية الاقتصادية، إسرائيل الناتج الإجمالي الإسرائيلي الاقتصادي يعادل مجموع الإنتاج القومي العربي جميع الدول العربية، 22 دولة عربية ما عدا النفط، وهذا هو مفتاح التقدم وليس فقط التكنولوجيا النووية. التكنولوجيا هي عبارة عن جزء بسيط من التقدم. أما بالنسبة لقضايا العدالة وقضايا المساواة وقضايا الحق، فهذه أمور نسبية في الموازين الدولية كما تفضل الأستاذ حسين وهو خبير بالعلاقات الدولية. هي قضايا نسبية، الذي يحدد من هو الحق ما هو العدل هو موازين القوة. وللأسف دول الشرق الأوسط، الدول العربية والجمهورية الإسلامية ليس لديها ميزان قوة كافي يعادل حتى تطالب بحقوقها بالشكل الكافي. طيب دكتور حسين غربية، يعني هنا نتحدث عن خطر الترسانة النووية الإسرائيلية على الأمن العربي الإسلامي وأيضا الأمن العالمي. يعني برأيك ألا يعني يكون من المنظور الأخلاقي أن تتعاطى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذا الموضوع بجدية أكبر وبإرادة أكبر في موضوع طبعا الهدف أو الميثاق الذي ترتكز عليه؟ لا على الإطلاق، هي العكس تماما. لا كيف؟ أول شيء نتكلم عن إيران بس دقيقتين، لأنه في عندنا فهم خاطئ بس نركز على إسرائيل. صحيح بس دقيقتين لإيران، لأنه إيران كدولة إقليمية كبرى فهي أصبحت بحاجة اليوم للتقنية النووية من أجل النهوض باقتصادياتها وبوضعها الداخلي للأفضل. فهناك حاجة ماسة عند إيران ليس للترف، يعني إيران مش لا تحصل على التقنية النووية من أجل الترف على الإطلاق، بل من أجل تقوية اقتصادياتها الداخلية، هي أولا. وبالنظر إلى حجم إيران الإقليمي الكبير في المنطقة أولا. ثانيا
المشكله ليست في الحصول على التقنية على القدره النوويه عند ايران، المشكله جميعا الاساسيه عند امريكا هي منع ايران من الحصول على التقنيه النوويه، لان بالحصول على التقنيه النوويه تستطيع ايران في المستقبل اذا ارادت من تطوير سلاح. تقصد المعلومات هو مثلا. صحيح صحيح. فالمشكله هنا هي منع هذه الدول وخصوصا الدول المناهضه للسياسه الامريكيه في المنطقه من الحصول على التقنيه الا بشروط. ولكن الولايات المتحده تعتبر ان التقنيه موجوده وايران بصدد بناء القنبله الذريه الاولى. هذا الخطر. منع من الحصول على التقنيه يمنع من الحصول على القنبله النوويه. هذا ما تسعى اليه امريكا. اما بالنسبه لاسرائيل وهو كما قلت لك لا اختلف معك في الموضوع، لانه هناك من يسيطر من يحفظ الامن والسلم الدوليين اذا كان هناك قوة كبرى تمتلك القوة العسكرية مهيمنة فهي تفرض السلم والامن كما تشتهي وتريد. وهناك مثل حقيقي واقع اليوم في المنطقة عندنا اسرائيل اليوم. اسرائيل تمتلك القدرة النووية والسلاح النووي وهي القوة الاكبر في المنطقة اليوم. نرى جميع الدول العربية دون استثناء في سلام تام مع اسرائيل، لان هناك قوة مهيمنة تمنع اي طرف اخر من النهوض عسكريا. حتى صار هناك قبول من الأنظمة العربية بهذه القوة التي اسمها إسرائيل. لا بل على العكس، هناك تنسيق بين أجهزة الأمن العربية وأجهزة الأمن الإسرائيلية. اسمح لي دكتور أنتقل إلى دمشق. دكتور سمير تقي مدير مركز الشرق للدراسات الدولية، أهلا وسهلا بك دكتور. طبعا قد لا تكون سمعت ما دار في الحلقة من البداية. موضوعنا حول التعاطي الأمريكي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل يعني يمكن بإيجاز يعني إعطاء رأيك أو موقفك في هذه القضية؟ في رأيي أولا أن أمريكا لا تستطيع الاستمرار في سياستها الراهنة فيما يتعلق بإدارة الوضع فيما يتعلق بانتشار أسلحة نووية. هي أولا تدير هذه العملية كانت من خلال المؤسسة بشكل منحاز تماما، ومن الواضح أنها عمليا تحاول أن تمنع وصول التكنولوجيا حتى للدول، لبعض الدول الصديقة. يعني حتى أيام شاه إيران أنا في رأيي معروف أنها لم تكن مستعدة أن تقبل بأن تمتلك إيران حتى أيام الشاه أن تمتلك التكنولوجيا السلمية النووية. ولكن في على التوازي من ذلك، لا أحد يحاسب فرنسا، لا أحد يحاسب النرويج، لا أحد يحاسب عدد من الدول التي سهلت وأمنت ونقلت، وعمليا ليس فقط المواد النووية وإنما التكنولوجيا النووية المتقدمة إلى إسرائيل بما فيها تكنولوجيا الاندماج النووي. وفي هذه الظروف أنا في رأيي أصبحنا في مرحلة التكنولوجيا لم تعد معجزة، وأصبح هناك العديد من الدول تستطيع أن تخترق الجدار النووي بشكل علمي ودقيق وأن تحقق نجاحات. المثال الأساسي هو هنا في هذا المجال هو جمهورية إيران الإسلامية، وبالتالي أصبح منطق الهيمنة والازدواجية المعايير وعمليا الانحياز المسبق لاستخدام